أول ذكرى أو شيء أتذكر عن أمي والعطور أن أمي كل فترة بحياتها تستخدم عطر وتلزق فيه فترة معينة بعدين تغيره. ففي عطور يوم أشمها تذكرني بأمي يوم كنت مثلاً أنا في الروضة، في عطور تذكرني بريحة أمي يوم مثلاً كنت أنا في الجامعة. فأمي دائماً يعني تقعد فترة شيء تلزق في عطر معين بعدين تغيره. لكن أتذكر يوم كنت صغيرة أبوي كان دائماً يسافر ويبحق أمي عطور من برا، فكسرت عطر كانت وايد تحبه وما كان موجود في الإمارات وشرت. بعدين هي طبعاً مسكتني لأن البقعة كانت هالكبر عزولية وغسلت شراعي وعاقبتني وعش تعرفون أمي مو بهينة. أكيد طبعاً لأن العطورات هاي احنا توارثنا عن امهاتنا يعني وعن جدات، يعني هذا يعتبر شيء من التراث، يعني مثل ما احنا توارثناه وحبيناه ومشينا عليه. طبعا من جيل لجيل يختلف، طبعا هم جيلهم كان عطوراتهم طبعا على اقوى واحنا عطوراتنا في على فرنسيه، بس طبعا ما نسينا هالعطورات القديمه هاي. وطبعا احنا نحب ان نورثها حق عيالنا وعيالنا ان شاء الله يورثونها حق عيالهم، يعني هاي جزء من تراثنا يعني ومتمسكين فيه ان شاء الله ما نتخلى عنه يعني ابدا. جزء من عاداتنا وتقاليدنا، يعني انا لما اقوم الصبح احط دخون في عبايتي، بعدين احط عطر، بعدين احط الزيوت الخاصه اللي هو العود. يعني احنا تربينا من الصغر ان العطر جزء كبير من حياتنا ومن عاداتنا وتقاليدنا ونحبه وايد. يعني احس لو يوم واحد اطلع بدون عطر، لا مستحيل ما اطلع بدون عطر. عطوراتنا من وجدت يعني من يوم احنا صغار يعني، فكنا نشم الريحه هاي في امهاتنا، فكنا نحب هالريحه هاي وايد، والريحه يعني ما زالت يعني عالقه في خشومنا يعني، وهذا نحبينا هذا الشيء. وطبعا الرصاصي فيها كل انواع العطورات الفرنسيه والعطورات العربيه والعطورات القديمه بالذات دهن العود. احلى عطر من رصاصي هو اسمه اوركيد بريري. أحس العطر مو بوايد سويت ولا وايد قوي، إن بتوين، ويعكس شخصيتي. يعني أحسه هو ذوقي بالضبط، يعني لو أنا كنت عطر، لو أنا كنت غرشة عطر بكون. فهمت علي؟ Layering is everything. طبعاً layering هو لما مثلاً ناخذ عطور كمان عطر ونرشهم فوق بعض، أما إحنا العرب دائماً نسوي هالشيء. لازم نطعم البيت 50 عطر حاطين في نفسنا، فلما الواحد يسأل أي عطر حاطين والله إحنا ما نتذكر أصلاً. بس أحب أخلط بين أوركيد بيري وأحط معاه دهن عود، يعني المكس مع بعض وايد حلو، إنه يكون فرنسي وعربي شوية مكس مع بعض. فالليرينج لازم يكون من أنواع مختلفة من العطور، ما تكون من نفس الفاميلي يعني دايماً عشان الريحة تبرز شوية. بس الليرينج إحنا قبل ما نطلع من البيت نكسر غرشة زجاج عطر على راسنا، هل نسوي؟ بكبرنا عطر من فوق لين تحت.